شوفوا بقى يا حبايبنا، زي ما انتوا عارفين ان النهاردة مدرستنا الجميلة بتحتفل معاكم بعيد الأب، وعشان كده احنا النهاردة دعينا أبهاتكم علشان يشاركونا. يلا بينا نتعرف على الأبهات. اتفضل حضرتك، هنبدأ بيك. أهلا يا ولاد، أنا اسمي برهان، أنا أبو عدن، بشتغل مغني مبدع جدا وبعشق كمان يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا انت بتعمل ايه؟ اسف يا بنتي، اصلي اندمجت شويه. شت فلافيلو، انت ايش اللي بتسويه هنا؟ ايه انت نسيت ولا ايه؟ انا بشتغل هنا عامل نظافه. لا ما نسيت، بس ايش اللي موقفك هنا؟ يلا روح بسرعه مسح الممر. مستحيل، شايف الولد الشقي اللي هناك؟ انا عارف حركاته، بيعمل نفسه ما بيرميش حاجه، بس انا شايفه. يا ابني ما ترميش حاجه، ده لسه غالبني في ماتش الباسكت واحنا في الفسحة، ودلوقتي بيعمل تمرين بالزبالة عشان ماتش العودة، بس مش هيقدر عليا. شكرا يا برهان بيه، كفاية كده، ودلوقتي جه وقت نتعرف على نمر بيه، بابا صاحبكم اللي بتحبه دينيز. ايه هذا ابوي؟ شيكو هذا ابوي. انا اسمي نمر، اشتغل ممثل، بس هم أكتب وألف موسيقى، وبعد عندي كافيه. باختصار جدي فاهم بكل شغلة شوي. باباك رائع جداً، يفعل كل شيء. إيه طبعاً يبا، سولف لهم على المرة اللي أنقذت فيها عائلة البقر اللي كانوا بيموتون. يا يبا ليش تبالغ وايد؟ أنا بس أنقذت 12 بقرة كانت شب فيهم النار في حريقة كبيرة صارت يمنا، وإيدي كانت مكسورة، بس هم هذا ما فرق وياي بشي. بعد لا، بعد ما قلت لكم انا انقذت ريال المطاف اللي انحبس بالحريق. يا سلام. ايه انا احيانا اصير بطل، وهذه شغله بجيناتي. انا فعلا مبسوط جدا ان بطل زيك شرفنا النهارده، ودلوقتي احنا هنتعرف على درغم بيه ويبقى بابا صاحبكم ليس. جا دوري، انا جاي دالحين. يا حرام، هذا مبين عليه وايد مسكين. من فضلك عزيزتي، ممكن شوية ملح؟ اتفضل يا عزيزي. ها قل لي يا ليث، كيف احتفلت بعيد الأب في المدرسة ولا تخبي علي؟ كان كويس، تقريبا كويس. طيب كويس. انتوا سمعتوا عن معسكر الآباء والأبناء اللي حيسووه آخر هذا الأسبوع؟ ها؟ لا أنا ما سمعت عن شيء زي كده، شيء مرة غريب. هذه مرة حلوة، رح نتزحلق بالسطل في الثلج. مرة حلوة. إيش؟ ما رح أتزحلق بالجردل. أنا مرة مبسوطة يا ضرغام إنكم رح تقضوا وقت مع بعض. يا حرام، هذا مبين عليه وايد مسكين. أنا إيه اللي طلعني هنا دلوقتي؟ أوه، عندهم بقلاوة على كل حتة. يلا ليش جيت؟ اليوم معسكر للآباء والأبناء بس. ما تنساش يا درغام إن أنا بشتغل في المدرسة دي. إيش تشتغل؟ أنا المسؤول عن سلامة الأولاد. ممكن لا تألف؟ تمام خلاص، هقولك على الحقيقة. أصلا أنا دخلت زي ما تقول في تحدي مع الولد الصغير الشقي ده، هنتزحلق بالطشت على التلج، واللي هيخسر يعزم التاني على ساندوتشز كو. أصدقائي الحلوين، أهلا بيكم. إحنا هنحتاج حطب كتير علشان ننور بيه المعسكر بالليل. إيه رأيكم نحاول تجميع الحطب لمسابقة صغنونة؟ وهتبقى فرصة علشان نتعرف على بعض كويس. أكيد جاهزين، المسابقات هذه لعبتي. تمام، يبقى أكتر أب وابن هيجمعوا حطب هم اللي هيكسبوا المسابقة بتاعتنا. يبا لازم نفوز عليهم. حاضر يا ابني، أكيد راح تفوز. قوة الفاس. درغم بيه، ده مش فاس. فعلا؟ مو فاس. طيب فين الفاس؟ احنا انتهينا، أنا خلاص ضحت.
لمينا هدول كمان. وانت لميت ايه يا درغمبي؟ انا ما عندي غير نص ايد الفاس بس، لانها انكسرت وانا اقطع الحطب. كويس. ها ايش رايكم؟ هالحطب بيكفيكم؟ جبت الحطب هذا كله من فين؟ الغابة هذه ما فيها شجر كثير. قول لي بس وين الحطب اللي انتم جمعينه؟ الفاس كان اي كلام وانكسر خلاص. قولوا لي بقى يا ابهات، حد فيكم عنده قصة مرعبة ممكن يحكيها لنا؟ انا 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 اتفضل يا درغمبي. كان يا مكان، كان في مجموعة من الاباء واولادهم كانوا مخيمين في منطقة. الحقوا وراكم وحش الثلج. الحقونا، هياكلنا 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 كلنا. بسرعة يا بابا، لازم نستخبى. تمام تمام. انا رجل الثلج، احد يلحقني اتوخر، انا حتخبى هنا. وقف، انا ما يهمني احد ابد. اقول عاد انت لو ما مشيت من هني انا راح انهيك حالا. يعني مو هامك، انا سويت اللي علي وحذرتك. امشي من هني، ما بشوفك مره ثانيه. هو الوحش مشي مشي. وين راح هذا بس؟ حميد، وينك فيه؟ يا حميد أنا هنا. لا أنا، ما تخافش. يبا، أنت ليش تسوي كذي؟ خفت عليك حيل. حقك علي، بس أصلي أنت حدفتني بحطبة كبيرة قد في دماغي بالضبط. حقك علي، أنا تقمصت الدور شوي. المهم، أنت رحت دفعت ثمن الحطب اللي جبناه من السيارة؟ لا ما دفعتش، نسيت. خلاص مو مهم، ندفعهم بعدين. أنا برد للشباب وبعدين بحاجيك بالموضوع. تمام يا ريس، أنا هنام لي شوية بقى. اسمعوا يا حلوين، احنا كلنا هنلم الزبالة سوا علشان الدنيا تبقى نظيفة، وبعدين هنبدأ على طول. يلا بينا. الوحشة راح ولا لسه؟ مشى طبعا، وانا اللي مشيته. انت جبان حيل يا درغام. وحش الثلج. جنيت ولا شنو؟ شو اللي صار؟ كله على الاتوبيس، اجروا بسرعة. امسوا الاتوبيس، كل واحد يحاول يستخبى او يهرب دلوقتي، بس واحدة واحدة. وبعدين عاد حميد، ايش فيك؟ شو اللي تبي توصله باللي قاعد تسويه؟ ها؟ انت ليش مصدق حالك كذي؟ ليش؟ شيل الماسك هذا، يلا شيله. صدقني ده مش انا، ده وحش بجد. ها؟ شلون؟ الحقوني. احد يلحق علي بسرعه. يبا وين رايح يبا؟ انت ناسي انك بطل ولا شنو؟ بلا بطوله بلا شيء، انحاشي. جاهز تخسر يا صغنن؟ هكسبك. يلا هعد من واحد لتلاتة، فاهم ولا هتتعبني؟ فاهم، عد. واحد، اتنين، يلا باي باي. هاي. انت بتغش؟ ماشي مش هلعب معاك تاني. يلا نهرب يا ابني، اركض بسرعة. اهرب انت يا بابا، لكن انا لا. ايش قصدك يعني؟ ما في شيء. كيف يعني ما في شيء؟ كل الاباء اللي حولنا اقوياء وبيسووا اشياء مره حلوه عشان يفرحوا اولادهم. يا ليتك تسوي زيهم، اشياء مره حلوه عشان تفرحني، فهمني. بابا بابا.
قصده إن أنا يعني أب مقوي. طيب أنا حوريك يا ليث. تعال هنا يا فلافيلو، وخروا من قدامي عشان البطل جاي في الطريق. أيوة إحنا الأبطال. أهلا برغام. أهلا يا فلافيلو، امسك الحبل. الأبطال جايين. بابا برغام كده هنا، استعد عشان نقفز. أنا بجد بهنيك يا درغام بي، أنت طلعت بطل بجد، مش بتحاول تبين إنك بطل وقاعد تكذب علينا زي البي ده. أنا متضايقة منك، أنت أحرجتني قدام ربعي. بابا كنت أبغى أتأسف لك على الكلام اللي قلته. مو مهم يا ابني يا حبيبي، المهم إنك قلت كل الكلام اللي أنت حاسس فيه. لا تخبي عني أي شيء أبداً، قل لي وأنا أسوي اللي أقدر عليه يا ليث. أنت كده طلعت بطل حقيقي يا بابا. أنتوا كنتوا رائعين يا درغام بي، كلنا شفناك، وفي النهاية أنا بصدق عيني. يلا نرقص، يلا نرقص، يلا نرقص. أنت كده هتتعبني معاك يا بابا. أنا تأثرت قوي بشكلي، حعيط. أنا بجد آسف إني ضحكت عليك يا ابني. أنت بتعترف؟ بعترف، بس أنت برضو خسرت. الوحيد اللي يقدر ينقذ الفريق هو طبعاً اللاعب رقم واحد فلافيلو. هو أنا عملت إيه؟ كله بسببك. شوفوا بقى يا ولاد، انتوا عارفين ان حارس المدرسة عموكو فلافيلو كسر السلة، وبعدين حاول يصلحها بذكائه، وبرضو معرفش في الآخر يعمل حاجة. المهم على ما تيجي بقى السلة الجديدة، حصة الألعاب بتاعتكم هتبقى هنا في الفصل، إيه رأيكم؟ يعني نلعب في الفصل يعني؟ مضطر أديكم شوية واجب تعملوه علشان أملى وقت الحصة. أنا أصلاً ما بفهمش غير في الكورة، ومليش خالص في موضوع الواجبات. ولا أنا بفهم. ممكن تسكت؟ طيب حاضر. أنا عندي فكرة حلوة، الواجب يا ولاد هيكون عن أكتر رياضة محدش يعرفها خالص في العالم كله. الطالب اللي هيوصل لأكتر رياضة مش معروفة هيكسب 100 نقطة. يلا بينا. يلا بينا. هيا 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 هوبا. يلا بينا. سيبكم المصارعة دي دلوقتي يا جماعة، أنا لقيت على الإنترنت معلومات عن أقدم رياضة موجودة بس في مغارة تيبو. حلوة قوي، هتصل ببابا وأقول له إن إحنا لازم نروح تيبو قريب قوي قوي. الميت نقطة دول بتوعي، ابعد من قدامي. بابا 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 درغام، في طفل في الصالون بتاعنا. كيف شكله؟ ما عرفش، مش قادر ابص. بابا بيقول بابا. اكيد حد فينا ابويا فلافيلو. مش انا، اكيد هذا ابني انا. بابا انا راح اروح تيبو. اوكي مع السلامه. طيب انا راح اروح. طيب مع السلامه. راح اروح تيبو واتعرف على اقدم رياضه في العالم، عشان هذا واجب للمدرسه. ها؟ اللي راح يوصل لأقدم رياضة راح يفوز بمئة نقطة. ها؟ أنا قلت لماما وهي قالت لي خلي بابا يوديك عشان بتغسل الصحون. ممكن لو سمحت توديني تيبو؟ ها؟ شكراً، نتقابل الساعة 7. فرحان إننا حنروح تيبو. أعتقد إحنا في مشكلة كبيرة. تعبت قوي، احنا مش هنوصل بقى. احنا تونا طالعين من البيت. كويس قربنا. المشكلة ان السيارة لساتها في الصيانة، وبالطريقة هذه ما رح نوصل تيبو ابدا. وانتوا بقى رايحين على فين يا شباب؟ نتفسح. نتفسح ايش بس يا عمو؟ احنا رايحين تيبو، ومدينة تيبو هذه موجودة في شمال المدينة. انتوا كمان رايحين تيبو؟
شوف الحظ واحنا كمان رايحين. اتمنى لكم رحله سعيده يا شباب، يا دوب توصلوا بعد سنه. يا بابا احنا كده فعلا ما راح نوصل قبل سنه، واصلا مو عارفين كيف راح نوصل. استنوا انا بقى ممكن اوديكم على تيبو مقابل كرتونه بسكوت واحده بس. وانت تعرف تيبو من فين يا رستم؟ اوه رحتها بالعجله في شبابي عشان كنت محتاجه تنور شويه. ها وعلى كده تنورت خالص. راح نعطيك كرتونه بسكوت بس محتاجينك تورينا كيف نروح تيبو. هتمشوا من هنا هتلاقوا تيبو قدام بعد سنه مشي بالظبط، تقوموا داخلين يمين. رستم بهزر بهزر. لازم تلاقوا عجله قبل اي حاجه ماشي. ايش هذا يا رستم؟ هادي دراجة هادي؟ دي ممتعة جدا ومش متعبة فعلا خالص ومريحة على الاخر. صار لنا 8 ساعات ماشيين، يا ترى احنا وين؟ رجعتوا بسرعة جدا. ماما احنا قاعدين نلف حوالين نفسنا تقريبا، ما كانش المفروض الف من الملف الاخير ده. اوه طيب انا عندي طريقة نروح فيها تيبو. فلفيلو جيب الخريطة واعطوني قلم احمر حالا وتعالوا. شوفوا عارفين لما في الأفلام بيقوموا رسمين خط أحمر كده وبعد ما يلفوا كتير في الآخر يوصلوا للهدف، وإحنا هنبدأ من بونتفول ونمر من هنا وهنا 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 وفي الآخر نوصل تيبو. أنت بتقول أي كلام على فكرة يا ضرغام، وأنا مش مصدق الكلام ده. إيش يا رستم باشا كنت بتقول شيء؟ أنا مش مصدق إحنا في تيبو. وصلنا تيبو، كيف راح نلقى الحين أقدم رياضة في العالم؟ لا تقلقوا، ما راح نلاقيها، هي اللي حتلاقينا، صدقوني بيصير كده في الأفلام. أنت يا فيل، أراك في الخارج بعد دقيقتين، ولتكن بمفردك. ها؟ هو بيقول لي أنا؟ بس أنا مش فاهم هو ليه قال لي يا فيل، أكيد كان قصده على حد تاني. أوه إيه الشطارة دي؟ لن نترككم تعرفون أقدم رياضة، قرصان هو من خطط لكل هذا. أوه. أوه. آه رأسي. أسرع يا طمان يلا نهرب. أنت جامد قوي، الحركة دي حلوة. يا فلافيلو أنت لقيت أقدم رياضة في العالم؟ أنتوا بقى يلي بتدوروا على أقدم رياضة بالعالم؟ يلا تعوا وراي لنشوف. طيب بص بقى يا جدو، احنا جينا عشان نعرف معلومات عن اقدم رياضه موجوده في العالم، وانت اللي هتعرفنا عليها علشان لازم اخد الميت نقطه كلهم. انتوا جايين مشان نفس السبب ها؟ درغام فلافيلو انتوا وصلتوا هنا ازاي؟ فعلنا كل ما بوسعنا لايقافهم ولم نستطع. ما في حدا بيتعلم كل شيء بسهولة، الكل لازم يمرق بالامتحان. اختبار ايش؟ طالما انتوا الاثنين جايين وبتكون تعرفوا اقدم رياضة يبقى لازم نعمل لكم بالاول امتحانات. هو ليش يعني يتكلم بهذا الشكل؟ ولا يمكن هذه طريقة الحكماء؟ ما اعرفش يا درغام ما تسألنيش، انا حاعد شوية عشان تعرف. هلأ انا طالب منكم انكم تهدوا بس صفوا ذهنكم وفضوا عقولكم تماماً، لأنه أنا بقدر أقرأ اللي جوا عقولكم، واللي عقله بيفكر أنا بعرفه ولما أعرفه بدي رسبه. يعني لازم أفضي عقلي تماماً؟ خليك واثق يا ليث وإياك تقلق، لا تفكر في أي شيء وتعلم من عمك فلافيلو إزاي تفضي عقلك كله. أيوة دايماً فاضي. بدي إياكم تبلشوا فوراً. شايف بسس بتنط، دواليب بترقص، سمك بشوارب، ماني قادر. شايف فردة قزمة، تفاحة متاكلة كلها وفاكهة جميلة قوي. كلب البحر، ودي تفاحة كاملة. زبادي فواكه. وهلأ بدي اياكم تحسوا انكم بالفضاء. الفضاء الفضاء. ألف مبروك يا شباب، انتوا فعلا قدرتوا تنجحوا انكم ما تفكروا. يعني مين كسب؟ هلا انتوا الاثنين متعادلين، يلا على الامتحان اللي بعده. زبادي خلاص.
يا ترى انتوا سامعين المي وصوت الريح وزقزقة العصافير؟ كل هدول عم بيحكوا معكن، لازم تتعلموا تسمعوا كويس. وهي الرياح دي بتتكلم؟ لازم تتعلم تسمع قبل ما تبتدي تحكي، لازم تسمعوا لنفسكن. وهلأ رايح اتخبى، واللي بده يلاقيني بده ياخد هالجايزة. ياه، هادي طلع مكتوب عليها أقدم رياضة في العالم. ده آخر امتحان؟ بس بده يلحقكن تنين جوعان كتير كتير، إلو أسبوعين ما أكل ولا شي. هيك الجائزة بتكون من نصيب هالولد لأنه سمع صوت ضميره وأنقذك. ايه تفضل. ها؟ عشاني؟ ها؟ ازاي؟ أنا اللي غلبته، دي جائزتي، هات الجائزة، دي من حقي أنا لوحدي. بس أنت بتحكي كتير، لازم تفكر أكتر من هيك. أنا متشكر جداً. التفكير؟ بس؟ أنا كنت بدور على أقدم رياضة في العالم. لما تكون في رحلتك وبتدور على شيء معين، احتمال إنك ما تلاقيه، بس الشيء المؤكد إنك بتلاقي نفسك بتتعلم شغلات مهمة، ويمكن تكون أهم بكتير من الشغلة اللي كنت بتدور عليها. وهذا بالضبط اللي صار هلأ، أخذت قرارك بعيد عن المسابقة، واللي فرق معك بس إنك تنقذ رفيقك، وهيك تبقى أنت الفايز الحقيقي. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك، عن جد بتستاهلها. عرفت إيش هي أقدم رياضة بالعالم؟ طمني بسرعة. لا ما عرفت، بس تعلمت إني أفكر بطريقة صح، وهذا بالنسبة لي أهم. إيش دا؟ أنت صرت تتكلم بغرابة زي جدو الحكيم؟ المهم يلا نروح من هنا يا جماعة عشان مليت. بالفاكهة طعمه حلو.